دلوقتي نروح مع حضراتكم لموسم جني محصول القطن اللي بدأ من أول شهر سبتمبر، والسنة دي الحقيقة أن المحصول مبشر جدا لأنه الدولة وفرت تقوي بتتحمل درجات الحرارة اللي حاصلة، وفي نفس الوقت كمان بتوفر إنتاجية كبيرة حوالي وصلنا ل 12 إنتار للفدان. خلونا نتابع مع حضراتكم حصاد الذهب الأبيض في أسيوط. انطلق موسم جني ثمار محصول القطن بمحافظة أسيوط على أنغام نورت يا قطن الصعيد، ابتهاجاً لعودة الذهب الأبيض من جديد إلى سابق عهده بعد زيادة المساحات المزروعة إلى 3034 فداناً على مستوى محافظة أسيوط بزيادة 100% عن الأعوام الماضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حتى يعود القطن إلى سابق عهده مرة أخرى. وقالت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إن المحصول يبشر بالخير نتيجة المتابعة الدورية مع الفلاحين من خلال تطبيق برامج المكافحة المتكاملة واستخدام المكافحة الحيوية، والتي أتت ثمارها في تراجع نسب الإصابة في موسم زراعة القطن هذا العام. وأضافت هدى إسماعيل إن حجم مساحة أراضي القطن بأسيوط تصل إلى 3034 فداناً موزع على مراكز المحافظة. احنا في موسم فرح واعياد، وده المزارع المصري، فكل تحيه وتقدير لكل مزارع مصر، وخص بالتقدير والحب لاهل وناسي مزارعين اسيوط. احنا يواكب موسم جني القطن عيد الفلاح. منظومه تسويق القطن ادت الى نجاح القطن في المحافظات عموما، في مصر عموما، وزياده المساحات، انه المواطن هيعرف بس زرع محصول هيلقي ايه تسويق ليه. فزرع اللي عايز يرجع طبعا عهد الذهب الابيض تاني لعهده وعرشه يتربع عليه، ويكون المحصول الاستراتيجي الصيفي في اسيوط. وذلك طبعا المواطن عارف وواعي ايه الدوله وايه اللي بتعمله عشان رجوع هذا المحصول لسابق عرشه، طبعا المحالج والمغازل ومنظومه التسويق ليه. زادت المساحة في أسيوط أو في مركز أسيوط حوالي 100% من بداية الزراعة، وإحنا مع الفلاح بنرشده في التخطيط والتسوية، وبعدين بنمد بالبذور اللي هي جاية من الوزارة. الحمد لله أقبل المزارع على الزراعات، الزراعات مبشرة، المحصول مبشر من 10 ل 12 قنطار، والحمد لله إن شاء الله السنة الجاية في إقبال من المزارعين على زراعة القطن. وكل سنة وحضراتكم بخير. نشكر سيادة الرئيس عن الاهتمام اللي اهتم بالفلاح وعن زراعة القطن والمحاصيل، ونشكر الرئيس عن السنة اللي فاتت اهتم بزراعة القطن والأسعار، والأسعار بالنسبة للأسعار كانت كويسة السنة اللي فاتت، الناس اهتمت بزراعة القطن. والقطن بالصلاة على النبي عندنا في أسيوط من 10 ل 12 قنطار، وبالصلاة على النبي أحلى محاصيل قطن عندنا في أسيوط السنة دي.